أستميحك عذراً، هل درس فاضل فهيم على وشك البدء؟ بالفعل، تفضل بالداخل. مرحباً بكم جميعاً في بيت الحكمة، مركز التعلم في بغداد، بل في العالم بأسره. أنا فاضل فهيم الكمسة، العالم الأول في بيت الحكمة وأحكم الحكماء. اليوم سأصدمكم بما قد يبدو كلاماً كفرياً صارخاً. لا تخافوا أيها الصالحون، رغم أنني كهل فإن ذهني لا يزال حاداً كالفولاذ. سأتحدث اليوم عن الخفايا، عن مخلوقات من العصر السابق على الطوفان. ألا يخبرنا الأنبياء القدامى عن عمالقة وجدوا قبل الطوفان؟ هجروا الله وعبدوا أصناماً باطلة؟ أليس من الممكن أن يكون هؤلاء العمالقة قد بنوا عجائب وأعمالاً ذات قوة مذهلة؟ ضاعت من الآن؟ ماتت زهرة وحسان، قتلا بنصل حشاش. ماتا؟ أنصحك بالاختباء حتى يصبح الوضع آمناً. نعتذر لكم جميعاً، لكن درسنا قد انتهى. من فضلكم لا تترددوا في استكشاف حجرات بيت الحكمة الممتازة العديدة. تسمي نفسك العالم الكبير يا فاضل، يا من تحرق الكتب أملاً في أن يستر الدخان جرائمك. كم عدد الذين ضحيت بهم بحثاً عن المعرفة؟ كم استخدمت وأذيت وتخلصت باسم الاكتشاف؟ والآن تختبئ داخل بيت الحكمة، البيت الذي انحرفت به عن غايته. لكنني سأعثر عليك وسأحقق العدالة لكل روح عاملتها بوحشية من أجل عملك العظيم. الخبر صحيح، فاضل يقود التنظيم في العباسية، علي ملاحقته. سيتسنى لنا أخيرا البدء في العمل على أرخميدس. لقد كنت المحتال العجوز فاضل قد اختبأ. أشبه يطرد أنه مدينة الوعيد. كم هذا مشوق. ما الذي أخاف العالم الكبير في رأيه؟ لابد أن العجوز الأحمق قد تخيل أحد مخلوقاته في العصر السابق على الطوفان. عار عليه بحق. لكن إلى أين هرب؟ يشاع أن هناك ممرات خفية أسفل بيت الحكمة، ربما اختبأ هناك بالأسفل. سمعت بستاني السطح يذكر هذه الأماكن. أجل،
سأريد هذه التفصيلة في أبياتي الشعرية. لقد اختبأ العالم في الأنفاق السرية بعد فراره، تطارده الأوهام سعيا نحو دماره. يبدو أنه أفرق ببقية عصابة محفزي المشيئة وركض حصيد 12 رأسا جديدا بجوار جسر الشرقية العائم هذا الصباح. لا جدوى من تحدي صاحب الشرطة. لا يستطيع الخليفة فعل شيء حيال الجريمة داخل الجدران. اعذرني، لكني سمعت شائعة عن سرداب خفي أسفل بيت الحكمة. سرداب سري؟ لابد أنك تمزح. لا على الإطلاق، لابد أن يحتوي مبنى كبير كهذا حتما على سراديب وأقبية لتخزين الكتب والحبر. لا يوجد أماكن كهذه في هذه المباني. لا عليك، سأتفقد الأرجاء وحدي. كما تشاء. أيها الناطور، دعني أمر. الذين أتوا من قبل هم؟ ما الذي تتحدث عنه؟ الذين أتوا من قبل هم؟ سأرد عليك لاحقا. أضعت أعظم أعمال فاضل. خاصة بعد جريمة المكتبة تلك، إلى ما يتحول هذا المكان؟ والصرخات الآتية من السرداب، سماع آلام كهذه تجعلني أرتعد خوفاً. قد يكون هذا المفتاح مفيداً. يستحسن ألا أستخدم أسلحتي هنا. مجلد مذهل من تأليف فاضل فهيم، قد يكون تحفته الأدبية. عنوانه: الذين أتوا من قبل هم الذين سيعودون. هذه حتما العبارة.
أيها الناطور، الذين أتوا من قبل هم؟ هم الذين سيعودون. أصبت، يمكنك المتابعة. المكان خالٍ، سأستخدم أسلحتي مجدداً عند الحاجة.
كان ذلك ضروريا. لن يضعني أحد في ذلك الشيء أبدا. لدينا الكثير من المتطوعين. لن أدخل هناك ولو نزعت أسناني بحديد ساخن. أنا الذي Thank you.
لرمي الأشياء. لقيت حتفك. اللعنة على حيلك. أنا أراك. ثمة خطب فادح هنا، رائحة من العفن والحديد. قد تساعدني تلك الأردية على الاقتراب من فاضل. ماذا فعلوا بهؤلاء الناس؟ لن يحتاج المسكين إلى هذا مجدداً. سيساعدني هذا على التخفي. الشخص التالي، ادخل الآن. ثمة أهوال هنا، لكن الأفضع هو أنني قد رأيت كل ذلك من قبل بشكل ما. من يجرؤ على التدخل في عمل العظيم، قتل حلفائي وإفساد دروسي؟ إنها إهانة. يبدو أن ذلك من عمل حشاش متمرس. لابد أنهم فصيل ما في المدينة المدورة، أو أحد أولئك الغاشمين الغيورين في الشرقية. جرائم القتل هذه متقنة بالنسبة للمرتزقة. لا يهم،
ما إن أفهموا كيفية عمل الآلية سأثبت نفسي للبهاموت. من هنا أيها المعدو. أنت جديد، ألست كذلك؟ إنني لا أعرفك. وعدوك بالذهب عندما تطوعت، أليس كذلك؟ ما أنت بصدد أن تشهده يفوق كل ثروات الدنيا. لا تخف. هل أنت خائف؟ عمل العظيم أدعوه الروح، ستأخذك في رحلة إلى عالم آخر. لما ترك الأولون خلفهم هذا العالم مليئا بالحمقى، ولما لم يتركوا من أمثالي إلا القليل؟ ندعو هذا بيت الحكمة، لكن أسسه غير سليمة، لأن أسفل بيت الحكمة تقبع زنزانة الجهل، وعلى أسرار مظلمة كهذه نبني فلسفاتنا. العلم أنبل غاية، والمعرفة أعظم قوة. لا، لا. ماذا إذن؟ هذا المكان قد يكون هنا حيث تكمن المعرفة المطلقة. إنه ليس كما أتذكره. وراء الأبواب بدا أكثر إشراقا. لكن في النهاية كل ما نراه هو الظلام.